سمات طالب العلم ومحب العلم ومن أتاه الله العلم التواضع. بارك الدكتور برضو نبيل إنسان بسيط إنسان متواضع وبشر حد يذكرني وبالعلاء المعري كان ضرير ماشي بالسوق في زين قال وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. مش حد زي العلاء واللي يحصل ليه إني وإن كنت الأخيرة خبر كان زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. فقالوا في السوق صبي صغير قال له طب العرب عملوا 28 حرف هجاء في اللغة العربية فات لنا انت حرف. سكت وقهقه وضحك ضحك الصبع عليه ومشي. الشاهد هنا ان الانسان لابد ان يكون ايه؟ متواضع عشان ربنا يرفعه طبعا. هنعود مرة ثانية. استاذ قيصر يا استاذ مش عايز الاستاذ الدكتور نبيل يونس. استاذ فيصل ان شاء الله ان شاء الله يعني. يا امسيه جميله رائعه بس انا اخشى اشد ما اخشى ان انت تكون مليته. انا عن نفسي لا حاسس بيها بختمها بقصيده. ايه القصيده دي؟ عشان استاذي الفاضل الاستاذ محمد جافور لما احنا كنا صغيرين في المدرسه فكان ايه بنكتب الجدول واحنا في المدرسه ونبقى عارفين دي حصه مش عارف حساب، دي حصه علوم، دي حصه رياضيات، دي حصه مطالعه. ولادي دلوقتي ما يعرفوش يعني ايه حصه مطالعه، بيكتبوا حصه قراءه. بتوع اللغه العربيه زعقوا لهم، قالوا لهم لا اسمها قراءه. لكن انا مصر ان انا بحبها باسم الايه؟ مطالعه. فانا كتبت قصيده بعنوان حصه مطالعه. في القصيدة بقول فيها حصة مطالعة بقول اجري يا صالحة اجري يا صالحة واحنا وراكي هنجرى ونسحى. اجري يا صالحة واحنا وراكي هنجرى ونسحى. اجري يا صالحة واحنا وراكي هنجرى ونصحى. انت الجده، انت الخاله، انت العمه، انت كلامك بيريحنا لما بتسالي عن احوالنا. انت الماضي وانت الحاضر، انت الفجر اللي في افراحنا. اقرا يا صالحه واحنا وراكي هنجرى ونصحى. احكي معانا بسحر عينيكي يا ام الدنيا يا صابره. حصه رياضه نحل معادله وحصه مطالعه، حصه رياضه نحل معادله وحصه مطالعه. يا ما عشانك كنا بنقرا كنا بنكتب او بنسطر. يا ما تاريخك كنا بنحفظ كنا ليلاتي عشانك نسهر في المملوكي والعثماني في الفرعوني والايوبي والاسكندر. رجعي معانا كله مقرر، جاوبي معانا كله مقرر. كل ملوك العالم عشقوا جمالك من غير دره. احكي احكي وعيدي تاريخك ليهم مليون مرة للي في يوم يتعالى عليكي أو يتكبر. احكي وعيدي تاريخك ليهم مليون مرة للي في يوم يتعالى عليكي
أو يتكبر. احكي وعيدي تاريخك ليهم مليون مرة للي في يوم يتعالى عليك أو يتكبر. واطلعي بينا، اطلعي بينا فوق القلعة واحكي المنظر. مهما سنين العمر علينا تعدي بحبك أكتر، مهما سنين العمر علينا تعدي بحبك أكتر. علف صوتك، علف صوتك، انت أدانك حي بيطلع فوق الأزهر. انت شهيدك رافع علمك فوق الجسر وفوق المعبر. يا ما عشانك كان قدامك دمه بينزف مسك وعنبر. يا ما عشانك كان قدامك دمه بينزف مسك وعنبر. شق دروبك، شق دروبك، خلى ترابك كله اتحرر. اصله شهيدك عمره ما فكر يوم يتخلى او يتاخر. اقري يا صالحة، اقري يا صالحة واحنا معاك في نفس الصفحة. اقري يا صالحة واحنا معاك في نفس الصفحة. شفنا ملامحك يوم النصر بتوب الفرحة. شفنا ملامحك يوم النصر بتوب الفرحة. انت هوانا فيك دوانا، انت البوصلة. زود حصة، زود حصة واخر لينا جرس الفصحى. مصر في قلبي نبضي خلي الميت يصحى. شفنا ملامحك يوم النصر بتوب الفرحة. شفنا ملامحك يوم النصر بتوب الفرحة. انت هوانا فيك دوانا، انت البوصلة. زود حصة، زود حصة واخر لينا جرس الفسحة. ما انت في قلبي نبض يخلي الميت يصحى. ومحالها تكون الدنيا من بعدك حية، محالها تكون الدنيا من بعدك حية. يا ما بيجروا عليكي، يا ما بيجروا عليكي لو أيامهم صعبة ومرة. يا ما بيجروا عليكي لو أيامهم صعبة ومرة. انت الشجرة اللي بتقويهم وانت الضلة. انت بيوتك دايما ليهم فتحة وعمرة. اجري يا صالحة واحنا معاك في نفس الصفحة. جاوب يا صالحة، رجع يا صالحة، اصل وطننا في اول صفحة. اصل وطننا في اول صفحة. ايه يعني؟